تخيل لو حضرت عرض مسرحي بوليسي ولقيت نفسك انت اللي بتحقق فيه. ده اللي هنعيشه النهارده في مسرح الجريمه على مسرح النهار بالقصر العيني. نقابه المهن التمثيليه ليها دور كبير في دعم العرض ده، والتجربه فورمات واخراج محمد علام. التجربه تجربه جديده من نوعها في مصر والوطن العربي كله، والنهارده احنا هنعيش جريمه الميراث في مسرح الجريمه. برحب بالفنانة رندا البحيري بطلة عرض النهاردة. أهلا بيك يا رندا. أهلا بيك يا ياسمين، ميرسي إن أنتوا جيتوا نورتونا. ميرسي ليك يا أنت. عايزة أسألك بقى، كلميني أكتر عن دورك في العرض النهاردة، استعديتي ليه إزاي؟ بصي، مسرح الجريمة هو مشروع، المشروع فيه أدوار كتير، منها اللي هو دوري في مسرحية الميراث أولى عروض مسرح الجريمة، إنتاج نقابة المهنة التمثيلية طبعا بقيادة الدكتور أشرف زكي وإخراج محمد علام. المشروع تأليف ورشة كبيرة، بس النهاردة الميراث تأليف مصطفى غزال، كاتب حورية بشكل حلو قوي. حورية الشخصية اللي بلعبها هي صعبة جدا، مش شخصية سهلة خالص. ليه صعبة؟ لأن هي متناقضة شوية، عارفه كلنا جوانا الخير والشر، بس هي جواها يعني باين قوي ان جواها الخير وباين قوي ان جواها يعني الاثنين فعلا في صراع دايما مع بعض. يعني دايما حد جوانا حاجه بتغلب الثانيه، انما حوريه عندها الموضوع في صراع كبير ودائم. هل ده كان صعب عليكي انت عشان تجهزي للدور وتجهزي الشخصيه، ان انت عايزه تعملي الخير كويس قوي وعايزه تعملي الشر كويس قوي طول الوقت؟ اكيد كان صعب جدا، طلب منك بقى مجهود كبير. هو اصعب ممكن تجربه اقول لك انا مريت يعني بيها في حياتي، وانا ايقنت بجد ان لكل مجتهد النصيب، لان انا كنت تعبانه قوي في البروفات خلاص. فعلا؟ قوي قوي، يعني تعبت في تعبت من الشغل، مش تعبت من حاجه ثانيه. مجهود كبير جبار. فالمجهود ده لما كل بالنجاح الحمد لله. الكام يوم اللي فاتوا الصدى كان حلو جدا، على الاقل الناس اللي بتيجي تتفرج صدقيني بتخرج تشكرنا، وبتخرج تقول تكلمنا، وتكلمنا مره واتنين وتقول لنا شكرا ان انتوا عرضتوا لنا العرض ده، او حتى بيكونوا معجبين بالفكره. انا سمعت ان ردود الفعل كانت يعني عظيمه كتيره قوي يعني. الحمد لله. انا بصي يعني مبسوطه جدا جدا بالموضوع ده، الحمد لله. الحمد لله. طب قولي لي انت استقبلتي الفكره ازاي اول ما اتعرضت عليكي؟ فكره والتجربه مختلفه جدا، واول مره تتعمل في مصر والوطن العربي. اكيد. فاستقبلتيها ازاي؟ فكرتي في ايه؟ بصي، هو طبعا هو سبق لاستاذ محمد علام صاحب الفكره، وسبق للمسرح المصري ولنقابة المهن التمثيلية ان هم ينتجوا ويقفوا جنب مشروع زي مشروعنا. فاستقبلتها كده، يعني اول ما الاستاذ محمد علام كلمني في التليفون قال لي رندا عندي فكرة بتقول 1 2 3، قلت له انا معاك. قبل ما يكمل من غير كلام، المهم ان انا بقالي 3 سنين اي انترفيو، يعني ممكن نرجع لانسرتات رهيبة دلوقتي حالا. لا انا ما بشتغلش مسرح، لا انا ما بشتغلش مسرح. ليه يا رندا مقله في الاعمال الفنيه المسرحيه؟ معلش يا جماعه ما بحبش المسرح. ليه؟ قلتها كتير يعني، قلتها كتير. وعارفه دايما الواحد فعلا ما ينفعش يقول حاجه كتير كده، انه في الاخر ممكن يعمل عكسها صح. طب انت ليه ما كنتيش حابه فكره المسرح؟ مسرح صعب جدا، مسرح محتاج لياقه كبير قوي. محتاج خبره كبيره. طبعا الحمد لله امتلك منها بعض الشيء، ولكن بحس دايما ان انا المفروض ابقى محتاجه اكتر، فاهمه قصدي؟ محتاج في نفس الوقت مذاكره وتعب ومجهود وتفرغ، وهو الاهم. التفرغ النفسي وتفرغ في الوقت للمسرح ده مهم جدا جدا. طيب انت دلوقتي كوفيد 25 كان اخر اعمالك الدراميه وفيلم اسوار القمر، الاثنين كانوا من وجهه نظري يعني حالتين مختلفين عن بعض قوي. فيا ترى ايه المقياس اللي بتختاري بيه ادوارك؟ يعني بتكرري الدور بناء مثلا على مدته او على مجهوده او على ايه بالظبط؟ بصي، انا بختار دوري يعني في حاجات كتير قوي بتخليني موافقه على الدور، اولهم واخرهم المخرج والمنتج، يعني مع بعض، يعني المنتج بالذات والمخرج طبعا سوا. لان المنتج الفنان صدقيني انا من احلى مثلا المسلسلات، يعني نقول مثلا حاله عشق، خلاص انا عملت حاله عشق مع منتج فنان محمود شميس. لما اشتغلت المسلسل ده عملت حاجه، علمت فيه، علمت كويس. طب بعد مسرح الجريمه بقى، هل هنرجع بقى نشوفك على المسرح تاني، ولا هنرجع تاني للاعمال الدراميه والسينمائيه؟ بصي، لا دلوقتي حالا
أردي عليكي هيكون أنا متفرغة لمسرح الجريمة يعني فاهمة؟ أكيد هفضل في السلسلة بتاعت مسرح الجريمة لأن هي لا أنا قصدي يعني هل هنرجع نشوفك تاني في المسرح بعد بقى مسرح احنا الجريمة؟ احنا لسه شغالين يعني بعد ما يخلص ده قصدي مش هيخلص يخلص ليه؟ مش هيخلص خالص لا احنا عملت فعلا 13 عرض مسرحي اوكي احنا في أول عرض عندنا 13 عرض مسرحي لسه العرض المسرحي ده هيسافر ولسه هيرجع وهيرجع يكمل هنا تاني إن شاء الله وبعدين نبتدي في اللغز الجديد بشكرك شكرا جزيلا انا كمان والله ونورتوا الدنيا ونورتوا لنا المسرح ونورتوه بجد حرفيا يعني نورناه فعلا بالوانكم والحلو بشكرك شكرا جزيلا نورتي ميرسي يا حبيبتي قدامك اظن ان ده هيفاضل زمان وكان من حقها تعمل فيه اللي هي عايزاه كفايه قوي اللي شافته منه طب يا بتاعت يامور ليه انت شوفينا انا شغالاكي جايه امتى ايه يا مثلا أربعينات ممكن تتصل بيها تستعجليها شوية بتصل بيها من الصبح تليفونها مقفول يا جماعة بابا أنا لازم أمشي قانوني الوصية لازم تتفتح قدام جميع الأطراف وإحنا كل الأطراف يا مت وفي طرف بقى متعمد ما يجيش عشان يعطلنا نسيبه يعطلنا أسامة وي أطم أطم برافو بابا حبيب بالمرة نسي يا جماعة أنت بقى لك ثلاث ساعات مش عارف تفتح حتة ورقة قد كده وأنت سيب العارفين ومتأكد إن البلد مفيش فيها أكتر من المحامين لا يا مجدهاني أنت كده بتشككي في قدرات المحمدية الإيه؟ إيه المحمدية دي؟ في حاجة اسمها المحمدية يا مت اسمها القانونية لا في حاجة اسمها المحمدية محامي يحامي المحمدية ابن كيان انت ابن كيان انت اللي بنت كيان انا بنت كيان ما انا ابن كيان كلنا يعني يا جماعه ما هو طالما اولاد الكيان كلهم موجودين في الكيان نفسه ما فيش مانع ابدا ان احنا نفتح الوصيه برحب بالمخرج محمد علام مخرج العرض اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك منورانا والله اهلا بيك ميرسي كنا عايزين نعرف الفكرة بقى جات لحضرتك ازاي والتجربة يعني مصطلح عمرنا ما سمعناه في مصر مسرح الجريمة فعايزين نعرف من اول كده الفكرة جات ازاي والتجربة من اولها جات لنا فكرة ان احنا كنا بنعمل حاجة اسمها مسرح الجريمة في الاول خالص بس ما كانش مسرح الجريمة اللي احنا بنعمله بهذا الشكل كنا واخدينه شوية بشكل انساني اكتر يعني فكرة انه اللي يحب واحدة ويخونها دي جريمة فده مسرح الجريمه بعد كده قلنا ده مش هياكل مع الناس جدا شويه نعمل جرائم بجد بالظبط نعمل جرائم بجد ويبقى مسرح الجريمه ونشوف فورمات لطيف جدا نلعب بيه فعملنا حاجه ازعم ان هي ممكن تكون جديده على مصر باذن الله ان شاء الله وجديده على الوطن العربي كله بنعمل عرض مسرحي عادي جدا حضرتك بتخش العرض كمتفرج بتشوفي اضاءه ديكور ملابس دراما عاديه جدا الى ان بيحصل حاجه اسمها البوينت اوف اتاك اللي هو الجريمه نفسها أوكي. زي عندنا في اول عرض عرض الميراث اول حاجه اول جريمه احنا بنعملها جريمه قتل حوريه الدينيه اللي هي راندا البحيري فديجا لما راندا بتتقتل هنا بيحصل البلوف او التغير الجذري في العرض المسرحي وهو ده الفورمات اللي احنا لاعبين عليه بيدخل محقق المحقق ده بيحاول يغربل المشتبه فيهم من 10 او 11 او 12 لغايه لما يبقوا 3 4 ثم بعد كده بنروح للجمهور هنا بنعمل حاجه اسمها المسرح التفاعلي ان هم يتفاعلوا مع الممثلين او مع المسرحيه نفسها بالظبط كده فبنبدي حاجه اسمها وسائل مساعده بنقول والله يعني احنا عندنا 3 اوبشن اختار منهم مثلا على سبيل المثال كل مسرحيه بتغير الاوبشنات ديت يعني احنا عندنا تاني جريمه سرقه لسه بنحضر للعرض ان شاء الله 10 ايام ونبدا نعرض باذن الله سبحانه وتعالى فبنقول للناس قدامك 3 وسائل مساعده الاولانيه ان انت مثلا تختار تسمع مكالمه مسجله بين حوريه اللي هي القتيله ومحامي ليلى يا اما تشوف تقرير الطب الشرعي يا اما تشوف فلاش باك حي تمثيل اختار واحد من الثلاثه كل واحد فيهم هتلاقي فيه معلومات وديتيلز كتير جدا احنا ما شفناهاش في العرض المسرحي فده بيخلي الناس عندهم فضول النهارده مثلا عملنا فوت فطلع الفلاش باك اوكي الناس بتبقى خارجه لا انا عايز اسمع المكالمه المسجله طب هل يا ترى في جهات دعمتكم او ساندتكم طبعا هو اولا انا لما جات لنا الفكره فطبعا رحت للدكتور اشرف زكي نقيب المهنه التمثيليه واخونا الكبير يعني وسند يعني كل فنانين مصر فقلت له دكتور انا بعمل كذا 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 وبفكر اعمل كذا 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 ايه رايك وبتاع قال لي جدا موافق وفورا اطلع على مسرح النقابه يلا بيشتغل انا سمعت ان هو حضر كمان طبعا
دكتور اشرف من الناس القليله الداعمين للفن والافكار الجديده بشكل كبير جدا للامانه. يعني انا ديجا ما رحت له قلت له دكتور عندي كذا، قال لي حلوه الفكره روح يلا نطبق على طول. وفعلا من نقابه المياه التمثيليه انتجوا العرض حقيقه، وقال لي يلا بيه شوف الثاني والثالث، وفعلا بقى مهتم ومتحمس جدا. ولما جه كمان عشان يحضر العرض فجأة لقينا فيه تغطية إعلامية عظيمة عظيمة بصراحة. بشكرك شكرا جزيلا المخرج محمد علام. شكرا ميرسي جدا جدا نورتونا. يعني ايه تفهمتها كل حاجة بقى وسبب؟ احنا هنهزر يا مت؟ مش دي حمية اللي أول ما تبرق رفعت على أبوها قضية حجر؟ مش دي العقلة اللي كانت بتقول على أبوها مجنون؟ مش دي اللي كانت عايزة تورثه في الحياة؟ لا طب أخويا مش هعمل كده. أنا شامة ريحة حاجة مش مظبوطة. لا انا ما اسمحلكيش يا مجد هانم. كويس قوي ان اخرية ما جاتش، هي كانت متوقعة حاجة زي كده فعلا. توقعة بقى ولا متأكدة؟ بابا حبيب بابا ما كانش بيجيب كده. معقولة تحب اخويا يعمل كده فيا وفتامة؟ دي كان بوزيبل مش ممكن. ليه مش ممكن؟ مش ده اللي انت كنت بتخانق معاه ثلاث سنين عشان الحكاية اياها؟ تحب اقولها ولا بتصالحوا يا جمال؟ اي اتنين اخوات بيتخانقوا بيتصالحوا. بقول لك ايه، انت من بكره ترفع دعوه في المحكمه تشكك في الوصيه دي. ايوه كلامه صح، ونضيف كمان عليها ان احنا شاكين في البنت دي بالذات، لان البنت دي خمر جايه وبتاخد درج والسيجاره والكاس ما بيسيبوش ايديها، ومش بعيد تكون شربته حاجه صفرة عشان يمضي بدون وعي. يا جماعه انا شايف ان احنا نحل الموضوع بشكل تاني خالص. طالما الموضوع بيننا وبين بعضينا يبقى ليه ما تحلوش ودي؟ انت مش عايز ترفع القضيه ولا ايه؟ طبعا هتمشي مع الكفة المايلة. ما خلاص حورية بقت ولية نعمتك ولا ايه بابا؟ حبيب بابا. معايا الفنان ياسر الرفاعي، اهلا بيكم منورني. اهلا بحضرتك. عايزة اعرف اكتر عن دورك النهاردة في الشخصية. انا بعمل شخصية احمد، واحمد شخصية انتهازية ووصولية وممكن يبيع اي حد عشان خاطر مصلحته، وده من اصعب الحاجات اللي انا ممكن قابلتها في العرض لان عكس تماما شخصيتي. وانا عاده يعني بعمل ادوار فيها كوميدي اكتر من كده. حتى الجمهور اللي بيجي يتفرج بيبقى متاكد ان في كوميديا في العرض. وشويه الشخصيه المفروض انه جان شويه. ف كل الحاجات كانت صعبه ان انا اتحدى ان انا اعمل دور شبه ده. طب استعديت ازاي بقى للعرض؟ بصي، هو الممثل المفروض بيعمل اي حاجه وكل حاجه. ففكره ان انا اعمل شخصيه صعبه او شخصيه معقده فكان تحدي بالنسبه لي مهم جدا ان انا اثبته. والحمد لله اعتقد من ردود الافعال ان هو متحقق. يعني بشكرك شكرا جزيلا الفنان ياسر رفاعي، بتمنى لك التوفيق كمان. شكرا. طالما قلت مش فاهمه وتقصد ايه يبقى على بركه الله يا جماعه. هو ده الكلام يا مستر جيمي؟ انا موافق طبعا. انكويابلو فورمي دابل يا مستر. موافقه طبعا. طالما قال الفورمي دابل يبقى انا هاخد ايه؟ اتعامل دابل. ها؟ هي قال الدبل؟ ايوه. انا مش قلت خلاصي يا بنت الصرمه؟ في ايه؟ في ايه؟ بابا حبيب بابا في ايه؟ انتوا عايزين تزوروا وصيه اخوكوا عشان 20 و10 و40؟ 40 انا موافق يا متر. اتفضل. وبكده يبقى هيتبقى لي انا 25% يعني 25 مليون. يعوض ربنا عليا كمان على القضيه. وزي ما بيقولوا قانونا بقى كده تبقى الوصيه دي كأدى بقى. بحلم بيها فعلا. فاجئتوني، وعشان المفاجأة الحلوة دي هنتجمع كلنا في المحكمة إن شاء الله. ورحب بالفنانة نغم إمام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا. كلميني عن دورك النهارده في العرض.
هو مبدئيا انا عايزه اقول معلومه ان يعني انا اول مره مسرح وفرحانه بده جدا، فرحانه تجربه جميله. ورغم ان انا كنت قلقانه بس بصراحه لا يعني فعلا انبسطت، وفي باور على المسرح غير طبيعي. انا دوري حاجه غير المسرح. كنت بشتغل ميديا وما زلت بشتغل ميديا يعني، بس انا بالنسبه لي بقول لحضرتك دي اول تجربه مسرح. انا دوري مامي حوريه، اسمي سحر، وبطلع فلاش باك. فطبعا فلاش باك ده من ضمن الاختيارات اللي في العرض، لان في جريمه قتل بتحصل وبعدين بيطلع المحقق وبيخلي الجمهور يختار عامل مساعد. في ثلاث عوامل اللي هي من ضمنها الفلاش باك او مكالمه صوتيه او تقرير طبي. فطبعا لو الجمهور بيرفع في الفلاش باك فالاغلبيه يعني ده حقيقه. طب قولي لي بقى الدور نفسه ايه تفاصيله؟ بصي انا مش عايزه احرق حاجه معينه او دي نبذه. بصي هقولك على حاجه، هو الفلاش باك ده يعني انا بطلع يعني في وسط الكلام كده معلومات الجمهور بياخد باله منها، بيقدر توصل لحل اللغز او للقاتل اللي في المسرحيه. بس مش هقدر اقول اكتر من كده يعني. طب ليه قررتي تشاركي في التجربه دي بما انها تجربه مختلفه جدا واول مره تتعامل في مصر؟ ده حقيقه، اولا الفكره عجبتني جدا. اول مره يعني بصراحه تطرح، فبالنسبه لي انا فرصه، واول مره مسرح، فطبعا دي حاجه كده بالنسبه لي فخر ان انا اشارك فيها يعني. بشكرك شكرا جزيلا الفنانه نغم. حبيبتي ميرسي ليكي واتشرفت بيكم. ميرسي. القدره على امها. اهرب، انا امي اشرف منكم كلكم، وانتوا هتتسجنوا يا هيثم. حريه كده كتير. حريه انا كنت هبلغ لك عنهم والله العظيم، بس انا كنت جاي اقول لك. عارف يا متر بيقولوا ايه؟ بيقولوا ايه شمالنا ما بتكبش غير متر شمال شبههم. وانا كل يوم الكلمه دي تتقال في المحكمه في ايه؟ حلو قوي كده اللعب بقى على المكشوف. بص يا حريه، احنا ممكن نقدر نثبت بمنتهى السهوله ان الوصيه دي فيها كلام. لحد ما تثبت هكون صرفت الفلوس كلها ان شاء الله. اسمعي يا حورية، انت احنا لا يهمنا انت ولا يهمنا فلوسك، يهمنا الكيان التباليهات العظيم اللي اخويا عمل عشان يسعد الناس. يهمنا اكتر تحصيلته على قبضه. عملتيها ازاي دي؟ لكن شايفك شطاره ومش طايق سر تكملي كل حاجه بسهوله كده. خلاص خلصت، تعيشوا تاخدوا غيرك. أنا عاملة حفلة هنا في البيت يوم الخميس اللي جاي، هتعجبك قوي. برحب بالفنان محمد يوركا، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا حابين نعرف بقى إيه دورك النهارده في العرض، كلمني أكتر عنه. أنا بعمل أسامة عم حورية اللي هي رندا البحيري يعني البطلة، وعمها ده اللي بيدير الشركات والكباريه بتاع كباريهات يعني الآخر. وطبعا في الورث طبعا يعني بيتفاجئ ان اخوه كتب الورث لبنته كلها، فبتعصب جدا ويبتدي بقى يحصل مشاكل ما بينه وما بين حورية يعني. ويعني بجو كوميدي كده شويه. طب قولي بقى ايه اكتر حاجه شدتك في الدور اول ما اتعرض عليك؟ الموضوع مبدئيا يعني الموضوع الفكرية بتاعة المشروع في الأول يعني علام صديق من زمان، وإحنا بالنسبة لنا يعني بنقول عليه مخرج مجنون. فإحنا عارفين إن أول ما يكلمنا هيقول لنا حاجة يعني فيها جنان. فطرح علينا الفكرية، فكرة زي من الجاني دي على المسرح. طب أنا مش قادر، هي كويسة مش كويسة؟ الفكرة حلوة بس مش عارف صداها إيه. فابتدينا نشتغل، الورق كان حلو، الدور كان كويس، كويس عاجبني جدا. ابتدينا نشتغل من اول يوم عرض بقى، عارفه لما تعشق المسرح فجاه، تفاعل الناس مع الفكريه وفكره الجريمه حمسك بقى جدا أكثر. جدا، وردود افعال الناس فاجئتنا يعني. احنا عارفين الفكريه لما تحكيها لحد يقول لك الله جميله لطيفه، لكن ردود افعال اللي احنا شفناها ما كناش مصدقينها بصراحه. كانت عامله ازاي؟ لا 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 يعني اصلا الناس مبسوطه يعني، عايزه تقيسي ردود افعال لما تلاقي حد جه مرتين وثلاثه واربعه يعني. في واحد امبارح كان رابع مره يجي. طب يا ترى استعديت بقى ازاي للدور ده؟ هو انا كان عندي مشكله، اولا انا اصلا يعني ممثل مسرح، وممثل مسرح بحب العب كوميدي، اللون الكوميدي شويه.
فالناس طبعا اتفاجئت بيا في الاختيار. الموضوع تاني ما انا كنت لسه عايزه ارد اقول لك كده، ازاي بتحب الكوميدي الاختيار؟ ما كنتش كده خالص. اه الاختيار، الاختيار فاجئ الناس. الناس بتجيلي بتقولي ازاي يعني الناس اللي اتفرجت على الاختيار ما اتفرجتش عليها مسرح ازاي، والناس اللي اتفرجت عليها مسرح. يعني انا فاكر بعد الحلقه بتاعت الاختيار اللي هي فض رابعه، محمد علي رزق المصري الجميل ده كلمني قال لي ازاي انت عملت ازاي. انا هو عارف ان انا كوميديان، عارف ان انا بلعب كوميديا، فانت ازاي عملت ده؟ طبعا ده الشكر طبعا للدكتور بيتر اللي شاف المنطقه غريبه انا عن نفسي ما كنتش مصدقها. وده بقى حلاوه المخرج، ان يقدر يطلع مني حاجه انت مش قادره تمسكيها في نفسك. وده اللي بيعمله علام بقى معايا هنا. احنا اصحاب من زمان، وعلام بيحط كل واحد في مكانه، مين هيعمل ايه. فالدور اتناقشنا كتير، لان عايز اقول لك احنا العرض ان شاء الله هتشوفيه وهيعجبك، بس احنا تعبنا لايه في الاخر بيحصل مناقشه ما بيننا وما بين الجمهور، بيبقى في تفاعل بقى رايح ده غير التفاعل هم بيحققوا معانا. يعني هو عامل لهم ثلاثه اوبشن يختاروا منه واحد عشان يقدروا يعرفوا الجاني، وبعد كده بيطلعنا كثلاثه متهمين يبتدوا هم اللي عنده سؤال عشان يعرف. ولو بان عليكم حاجه الموضوع هيبوظ. فبالظبط كده، ولازم نبقى عارفين الاجابه، انت مش عارف السؤال اللي جاي لك ايه. فاحنا عملنا كتير تجربه على ده واتدربنا عليه كتير جدا. فالحمد لله ربنا يكرم يعني والناس تعجبها الموضوع يعني. طب هل يا ترى داخل حاجه في الدراما قريب؟ بما انك بقى ابدعت في الاختيار اتنين. هو انا بعمل دلوقتي المماليك مع استاذ بيومي فؤاد، بعمل دور برضو مش كوميدي بقى، بس راجل نصاب يعني، راجل حرامي. قلت تبعد عن الكوميدي خالص شويه بقى. الكوميدي بقى نصاب بعد رابعه الراجل، راجل الشيخ ده هيبقى نصاب كده. فربنا يكرم يعني يطلع الموضوع كويس. دي حاجه طبعا ربنا يكرمك. بشكرك شكرا جزيلا للفنان حماد يوركا. شرفتوني. ورد يا صباح الورد. لا انا كويسه ما تقلقيش عليا، انا زي الفل. القهوه اللي على مين؟ انت مالك اشرب قهوه عندي دي؟ هتعمل نفسها خايفه عليا. بقول لك ايه يا دادا، انت هنا شغاله فاهمه ولا لا؟ وماله يا حريه؟ ستك حرية. هتقعدي هنا بقانوني؟ تقعدي. هتقعدي تقرفيني؟ يبقى تغوري من وش. فعلا صدق فهمي بيه لما قال عليكي قلبك حجر على القليل قبل الغريب. انا قلبي بقى حجر؟ قلبي بقى حجر يا ليلى؟ انا قلبي بقى حجر يا ورد؟ قلبي بقى حجر ليه؟ عشان بديكي مرتب ما بياخدهوش مهندس في الشهر؟ ولا عشان عايشه في قصر محدش يحلم يعيش فيه؟ ولا عشان لبسك اللي بقى شبه لبس البراندات؟ ما تنسيش نفسك، انت لحمك تافت من خالي. معلش يا ست حوريه، ده خير فهمي ليه؟ وما تنسيش بقى ان انا اللي ربيتك وانت حته لحمه حمراء. وعموما بقى يا ست، الرزق على الله مش على البشر. برحب بالفنانة سحر حسن. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي. كلميني بقى عن دورك النهارده في العرض. بصي، هو الاول هو الاهم بصراحه من دوري هو فكره العرض. فكره العرض هو فكره جريمه، الجمهور بيتعاون معانا في كشف المتهم او البريء في الحالتين، هو كانه يعني جهه تحقيق او نيابه. انا دوري العيله اللي بيحصل فيها الجريمه، اكشلي اللي بيحصل له الجريمه هو اخويا. بعد اخويا بيتوفى في ظروف غامضه، بعدها بتتقتل بنت اخويا. فبيبقى بقى مين الجاني، وهل له علاقه بان اخويا اصلا مات موته غريبه ولا لا. فانا بقى العيله الكلاسي دول اللي هم عايشين في الدور اللي بيصرفوا فلوس كتير على ما فيش. فيا ترى طب الفلوس دي القتل ده كان وراه طمع، وراه مش طمع، وراه بتحققوا في الموضوع. وهي بس الست المتعلقة اللي مهتميه بنفسها بس، وهي كلها مال فلوس عشان تروح للكوافير وتروح تعمل باديكير مانيكير، يعني ست تافهه. طب قولي لي بقى ايه اللي شدك في الدور اول ما اتعرض عليكي؟ الاول انا شدني الفكره. وفكره ان الناس، انا خريجه معهد فنون مسرحيه بس خريجه قريبه. لاني انا خريجه جامعتين قبلها. ف ايه هما يا ترى؟ انا اداب انجليزي وفنون جميله وفنون مسرحيه. ياه، يعني فانا اشتغلت متاخر. فاشتغلت متاخر يعني بعد ما خلصت كل الدراسات دي وولادي كبروا وكل حاجه، فلسه سني اكبر من اني ابتدي يعني. فالفرقه دي بتبتدي.
طب هل اكتشفتي موهبه متاخر؟ لا انا بمثل وانا في المدرسه. يعني انا قصدي هل حبيتي تهتمي بالتمثيل بالذات بقى يعني متاخر؟ بس متاخر دي مش بمزاجي قوي يعني، يعني مش اختيار مش اختيار يعني مش اوبشن مرتاحه، هو لما الظروف راحت قلت امثل يعني. ففكره الفرقه ان هي ناس جداد على ناس قدام وفكره جديده كمان ومش متنورين قوي القدام اللي هم برضو محتاجين فرصه كويسه. فهي الفرصه هنا اهم من الدور التواجد. طب انا عايزه اسالك بقى اخر سؤال، هل شايفه دلوقتي العنصر النسائي ابتدى ياخد حقه انه ما يكونش مثلا يعني محشور في قالب معين دايما الست بتطلع فيه في الادوار، ولا شايفه ايه؟ لا هو هيفضل طول الوقت مجتمع ذكوري والدراما ماسكولين جدا الا من بعض التجارب البسيطه بيبقى غالبا تحت ظروف توزيع او تحت ظروف شباك تذاكر اقصد يعني، او شباك مسرح، لكن هي دايما الست مظلومه الحقيقه دايما في احنا كل حاجه. بشكرك شكرا جزيلا فنانه سحر حسن، نورتيني. ميرسي جدا 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 وانا كمان بشكرك. تابعنا العرض المسرحي الميراث من داخل مسرح الجريمة اللي بيتقدم على مسرح النهار. خلصت حلقتنا لكن عروضنا ما بتخلصش، استنونا الأسبوع الجاي في حلقة جديدة ويوم جديد من الفن في البيت.